موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. تصاعدت هجمة الاحتلال على منازل المواطنين في القدس، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا في حي العقبة ومرآبا لتصليح السيارات في قرية حزمة بذريعة عدم الترخيص. وفي السياق ذاته، بحثت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال تنفيذ أوامر هدم ل450 منزلا بالقدس لأسباب مختلفة. انتقد نواب من حماس خلال جلسة مساءلة لوزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد ما أطلق عليه حملة البنطال الساحل التي حاولت الداخلية المقالة تنفيذها في القطاع، لافتين إلى بعض قضايا الاعتقال والاحتجاز خارج القانون خلال العامين الماضيين. ينظم الاتحاد الأوروبي عددا من اللقاءات مع مسؤولين في السلطة الفلسطينية لبحث دعم عدد من المشاريع، وتأتي هذه اللقاءات بعد تبني خطة عمل مشتركة في إطار سياسة الحوار الأوروبي. راح يتمخض شقين، صحيح، على الجانب الفلسطيني الالتزامات التي يجب أن يقوم بها تجاه شعبه والإنجازات التي يجب أن يحققها لتعزيز قدرته على دعم الشؤون الاجتماعية ودعم الأمور الصحية في فلسطين، وعلى الجانب الأوروبي على مدى قدرته والتزامه بتوفير الدعم المالي والسياسي والفني لتنفيذ هذه الخطط والالتزامات التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية تجاه الشعب. أقامت وزارة البيئة بالتعاون مع بلدية البيرة احتفالية خاصة بيوم البيئة العالمي، وجاء الاحتفال هذا العام متميزا بإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تخللت الاحتفالية عرضا لفرقة دبكة للصم، إضافة إلى مباراة كرة الهدف الخاصة بالمكفوفين. الرياضة والتغذية عبارة عن، خلينا نحكي، وجهين لعملة واحدة، والأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم إنهم يشاركوا وإنه المجتمع يشعر بوجودهم. أنا يعني الهم الأساسي كان عندهم من البداية وعندنا إنه الناس تعرف إنه هاي الفئة موجودة وإنه هاي الفئة من حقها تشارك وإنها قادرة على المشاركة. ختاما، ذكر التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج سجل انخفاضا خلال شهر نيسان الماضي مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محليا 100.72 خلال نيسان مقارنة ب 101.58 خلال آذار. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا وطن للأنباء وطن.tv. ختام الموجز، نترككم برعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.